أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما ورد في الصحف المحلية والعربية والعالمية. سنبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مع تسليط الضوء على الأوضاع في العراق. نبدأ مشاهدينا من مقال لنزار حيدر في جريدة صوت العراق بعنوان: لهذه الأسباب يلجأ المواطن لانتزاع حقه بذراعه وعضلاته. يناقش حيدر في مقاله قاعدة باتت شائعة في العراق، حيث يشير إلى أنه إذا تم الكشف عن الجنات لأي جريمة اغتيال بسرعة، فغالبا ما تكون الجريمة ذات دوافع جنائية، وفي المقابل إذا تأخرت السلطات أو فشلت في التعرف على الجنات، فغالبا ما يعتبر القتل جزءا من عملية تصفية سياسية تضع الحكومة وجهات نافذة في حرج. عادة ما يتم تسجيل عمليات القتل السياسي ضد مجهول أو يحملها كبش فداء، والانفلات الأمني والإفلات من العقاب باتا من سمات الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، وهو أمر خطير ينبغي على الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة التعاون لوضع حد له ومواجهته، لأنه يضر بسمعة العراق دوليا وإقليميا، وتاليا يؤثر على مشاريع التنمية والاستثمار التي لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود حاضنة آمنة في البلاد. وإن سبب الإفلات من العقاب هو المحاصصة التي تتستر بطبيعتها، وفي تحكمها تغيب المسؤولية، فيسقط نصف العراق في عهد السيد المالكي من دون أن يتحمل ذرة من المسؤولية، وهو وقتها القائد العام للقوات المسلحة. المقال الثاني من طريق الشعب يتطرق إلى: هل ينتظر المواطنون أزمة كهرباء مرتقبة؟ يبرز المقال الأهمية المتزايدة لملف الغاز في العراق، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف، مشيرا إلى أن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، مما يجعله عرضة لأزمات كهربائية حادة إذا ما تعطلت عمليات التوريد. برغم أن العراق يمتلك ويحرق كميات كبيرة من الغاز، إلا أنه يستورد حوالي 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولد نحو 5000 ميجاوات من الكهرباء بهذه الإمدادات، بالإضافة إلى عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، حيث تلبي طهران 40% من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً، ما يعني أن أي خلل قد يحدث في عملية التوريد يتسبب بنقص كبير وواضح في تجهيز الشبكة الوطنية. وفي تقرير صادر عن البنك الدولي نشر في تموز الماضي، احتل العراق المركز الثاني عالمياً للسنة الرابعة على التوالي بين أعلى الدول إحراقاً للغاز الطبيعي، وجاء العراق ثانياً بعد روسيا وتبعته الولايات المتحدة ثم إيران. ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن كمية الغاز التي يحرقها العراق يومياً تكفي لإمداد ما لا يقل عن 3 ملايين منزل بالطاقة الكهربائية التي يعاني العراقيون من شحتها منذ سنوات. من صحيفة المدى نقرأ مقالا للكاتب سيف الدين العبيدي تحت عنوان: تحديات تواجه الصحفي، سقف الحريات ينخفض والأسماء المستعارة تنتشر. يتناول العبيدي التراجع في حرية الصحافة والتحديات الجسيمة التي يواجهها الصحفيون في العراق، وبالأخص في محافظة نينوى التي تشهد تهديدات دائمة للصحفيين بالقتل والملاحقة القضائية. بعض الصحفيين اتخذوا اسما مستعارا لهم خوفا من ملاحقتهم واغتيالهم، وجميع كوادر المؤسسات الإعلامية في نينوى كان تواجدهم داخل مبنى المؤسسة خلال فترة دوامهم على مدار الأسبوع، وذلك خوفا على أنفسهم
ولكي لا يكونوا عرضة للقاتلين الذين كانوا يتربصون للكوادر. ولا تزال بعض العوائق التي تقف في طريق أبناء السلطة الرابعة، منها صعوبة البحث عن أي معلومة تكون فيها شبهة فساد مالي وإداري في مؤسسات الدولة، وكذلك عدم إمكانية انتقاد أي مسؤول أو جهة حكومية، وإلا سيقابلها بالتهديد أو اللجوء للدعاوى القضائية، فضلاً عن الروتين القاتل في الحصول على موافقات رسمية من أجل الدخول لأي دائرة حكومية وإجراء مقابلة مع مدير مؤسسة أو الحصول على أي معلومة. وبدأ تضييق جديد يطرأ على الصحفيين وعلى حرية الرأي بشكل عام، ومع ظهور سباق التنافس السياسي وظاهرة ما تسمى بالجيوش الإلكترونية والتسقيط السياسي المتبادل والتراشق الإعلامي، أخذ المشهد الإعلامي يتأزم عن السابق، وانخفض سقف الحريات الذي بدأ يصطدم بأمزجة أصحاب السلطة وتدجينهم للرأي العام من خلال استغلال السلطة وترويض أصحاب الرأي بالملاحقات القضائية. مشاهدينا في القدس العربي، نتابع تطورات الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية الذي يستمر بدعم فلسطين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. على سبيل المثال، جامعة فيرمونت ألغت خطابا لممثلة واشنطن في الأمم المتحدة استجابة لضغوط المحتجين، وجامعة إيموري بجورجيا شهدت كذلك تصويت هيئة التدريس لصالح حجب الثقة عن رئيس الجامعة بسبب تعامله مع الاحتجاجات. بينما يطالب المتظاهرون بإنهاء الاستثمارات المتعلقة بإسرائيل والتسليح، تظهر المفاوضات الأخيرة أن بعض الجامعات تنظر إلى هذه القضية باعتبارها وسيلة لإنهاء الاحتجاجات مع دخول الكليات موسم التخرج. كما أدى اتفاق جامعة براون لإجراء تصويت في مجلس الإدارة على خفض الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل إلى إعلان أحد المانحين الرئيسيين، وهو قطب العقارات الملياردير باري ستيرنليخت، أنه أوقف تبرعاته مؤقتاً والتي بلغ مجموعها أكثر من 20 مليون دولار وفق موقع إي دي سورس. ومن جهة أخرى، رضخت إدارة جامعة إيفرغرين الأمريكية لمطالب الطلاب المحتجين المؤيدين لفلسطين وأبرمت معهم مذكرة تفاهم. ولاحقاً اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين في الولايات المتحدة إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها في الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة. أخيرا مشاهدينا الكرام، نقرأ في العربي أو عربي 21 مقالا لنبيل السهلي بعنوان الدعم المستمر من الغرب لإسرائيل. يشير السهلي إلى كيفية دعم دول الغرب المستمر لإسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948، وكيف أن هذا الدعم سهل تهجير الفلسطينيين وإقامة دولة إسرائيل، ملقيا الضوء على العلاقات بين إسرائيل وبين الإدارات الغربية الكبرى مثل إدارة بايدن، مما يجعل الغرب شريكا في الجرائم ضد الفلسطينيين. إن العمل على عزل إسرائيل وداعميها يتجاوز كونه رد فعل على الظلم، إنه يمثل تحديا مباشرا للبنية الاستعمارية التي سمحت بتفشي هذه الأعمال وتجاهلت معاناة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948. ويعتبر هذا الضغط خطوة متقدمة لإنهاء النفوذ الاستعماري الغربي الذي طالما سيطر على مؤسسات النظام العالمي وأدائها ومواقفها غير العادلة إزاء القضية الفلسطينية بتفاصيلها المتعددة. وظهرت مواقف قادة الغرب مثل الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني إلى جانب إدارة بايدن انحيازاً واضحاً لحكومة نتنياهو في الإعلام،
وتبني الرواية الإسرائيلية في ذات الوقت، وذلك رغم حديثهم المتواتر عن الجانب الإنساني للفلسطينيين على قاعدة أسمع جعجعة ولا أرى طحينا، في وقت أدت المجازر إلى قتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل. ويمكن الجزم بأن دعم الدول الاستعمارية لإسرائيل يعتبر الركيزة الأهم لاستمرار الدولة العصابة في ارتكاب إبادة جماعية، حيث تقوم الولايات المتحدة في دعم الجيش الإسرائيلي من خلال تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعاتها الموجودة بالأراضي المحتلة. هذا الدعم لا يقتصر على التمويل اللوجستي، بل يشمل أيضاً تحويل مليارات الدولارات أقرها الكونغرس قبل عدة أيام. مشاهدينا، نتابع الآن الكاريكاتير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة مالمو السويدية احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وتجمع حوالي 30,000 شخص في الساحة الكبرى ستور تورغيت في مالمو استجابة لدعوة العديد من المنظمات الأهلية مطالبين بإبعاد إسرائيل من يوروفيجن. هذا وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها من قبيل الأطفال يقتلون في غزة، وأوقف الإبادة الجماعية، وفلسطين إلى الأبد، مرددين كذلك هتافات من قبيل فلسطين حرة، أوقف الاحتلال، وإسرائيل مجرمة. مشاهدينا، نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Thank you.
في الختام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.